الجسم، كتقوي المناعه في الجسم، وكتحفظ الجسم حتى من الزوائد. ان السمنه بسيط جدا، مشكل السمنه. هناك نساء قالوا غير ثلاثه الاشياء، زولوا السكر واللحوم، اللحوم الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، اللحوم باش ما نضلوش الناس، يزولوا السكر واللحوم، وتخمر يعني القمح، القمح كامل بالنخاله بالخميره بالليه، الوزن ديالهم اصبح جيد. حيت غالبيه النساء تقول لك بان الخبز كيغلظهم. لا، الخميره البلديه كيرقق. جيد. هو عكس تماما، هذا علم، هذا علم. يعني هذه بشرى للنساء انهم يخمروا بالخميره البلديه وما غاتكونش عندهم سمنه. هذا الخميره البلديه هي فيها حمض لاكتيك، حمض لاكتيك يطهر الجهاز الهضمي. حمض لاكتيك يطهر الجهاز الهضمي، يغسل الجهاز الهضمي. البكتيريا اللبنيه الموجوده في الخميره البلديه هي تريح الجهاز الهضمي، هي تنشط بكتيريا، هي تنشط خلايا القولون، وهي يعني لا يمكن ان يكون غاز في الامعاء لما يستهلك الناس هذا الخبز البلدي. ولكن مع الاسف الشديد الان الناس دوك كيخلطوا، فهمتي؟ يعني كيخلط المقليات والحلويات، يقول لك انا كندير زيت الزيتون وانا كندير الخميره البلديه، ولكن في نفس الوقت حلويات مقليات. الخميره البلديه كانوا الناس كيربيوها، معنى كيربيوها حتى بالانجليزيه كنقولوها، كنقولوا وبالفرنسيه بجميع اللغات كنقولوا كنربيوها هذه. ف كيفاش كيربيوها؟ ملي كتعجن كتخلي واحد القطعه ديال العجينه. غير هي ما خصهاش تخلي قطعه صغيره، خصها تخلي نص كيلو ديال العجينه. خصها تخلي كميه كبيره باش تخمر في الخميره اللي جايه، العجين المقبل يخمر دغيا، يخمر بسرعه. اما ملي كتخمم تخلي غير شويه، واحد كميه ديال 50 غرام ولا 100 غرام، ما كتخمرش بسرعه. كاين هناك زعما العديد من الطرق اللي طبعا باش نصنعوا هذه الخميره. لا، انا كنهضر على الخميره موجوده. موجوده ملي كتوجد، ملي كتعجن المراه خاصها تخلي كميه كبيره. والمشكل دكتور كيفاش الاعداد؟ الاعداد ديالها راه الله سبحانه وتعالى خلق الخمائر والبكتيريا اللبنيه في النشويات. تخلط الشعير مع القمح، ولا غير القمح بالنخاله، ولا غير الشعير مع الماء، تعجنوا بالماء، تعجنوا بالماء، تخلطوا وتخليه يحماض وتخمر به فقط. الا زادت بغات تسرعوا، بغات داك الشيء يجيب يعني بسرعه، زيد معاه اي حاجه حلوه، مع التمر، التفاح، الليمون، حتى اللبن. الناس كانوا كيحيوها باللبن، كانوا كيديروا كاس ديال اللبن ويعجنوا العجين وكيزيدوا كاس اللبن ويدلكوا العجينه مزيان وخليوها تخمر. خليوها مثلا 24 ساعه. لان اللبن البلدي توا فيه خمائر، فيه بكتيريا لبنيه وفيه خمائر. الا ما كانش تزيد الزبيب، تزيد الشريحه، تزيد التمر، تزيد التفاح، تزيد اي حاجه حلوه، غير شي حاجه بسيطه كتدقها ولا تخلطها مع العجينه تكون حلوه، وتخمر هذيك الدقيق تخليه تيحماط. وملي بان هذيك ذبابه الخل، ذاك الناموس دروزوفيلا، اللي كيبان لها واحد الناموس فوق الخميره تجمع عليها، صافي تعرف بان راه وجدت، راه ولات حامضه، لان هذاك الحمض الاسيتيك اللي كيخرج من الخميره البلديه هو اللي كيجر هذيك الذبابه. الرائحه. نعم، الرائحه ديالها حامضه، راه غادي تلقاها حامضه. وملي تعجن تخلي واحد الكميه كبيره وتردها للدقيق. يعني تغبرها في الدقيق. نعم، تغبرها في الدقيق باش تعجن بها المره الجايه، صافي فقط، ما ديرها لا في الثلاجه لا في الفريزر. نعم، يعني سهله وبسيطه. خليها في الدقيق. اذا الى سمحتي دكتور، معنا مكالمه نحررها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم. ام خولاء من الدار البيضاء. اهلا بك ام خولاء من مدينه الدار البيضاء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي إليك دكتور سيد وإلى طاقم البرنامج بأكمله. وسؤالي هو كالتالي، ما هي فوائد الخميرة البلدية؟ وهل صحيح أن الخبز بالخميرة البلدية في الدول الغربية غالي الثمن، ولماذا؟ نعم. ذلك من تتباع وهنايا في المغرب. ما شاء الله. ومن فضلك دكتور، اريد كيفيه صنع الخميره البلديه في المنزل. هذا ما كان يتحدث فيه قبل قليل، ولكن محمد رسول الله. وهل صحيح ان الخميره البلديه لا تستغرق ساعات طوال لتخمير الخبز؟ نعم كما يقولون. وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا. اهلا بك ام خوله، شكرا جزيلا لك. نعم، اصبح ليس بثمن غالي، ولكن الساوردو هذا يعني الخبز الحامض هو داخل في المواد الديتيتيك، المواد الحميويه. هذا يعني هو رائع دكتور، موجود في السوق عندهم. نعم، في امريكا. حنا المغرب. نعم، موجود في الدول الغربيه. حنا يا ريت يا ريت من الامريكيين كيفضلوه وكيبغيوه. نعم. يعني كياكلوه ولكن كما قلت لك الموضه، ان احنا النساء ديالنا الا ما تجنبوش الموضه راه غادي يخربوا هذه البلاد. نتمنى دكتور تحنا نلقاو في السوق. هذا الموضه تغطي على العادات الغذائيه
الغذائية الأصيلة والموضة تخرب والموضة تعقد والموضة تفشي أشياء مرض اجتماعي كتولي المرأة باغا الحاجة وما قداش تقول بغيتها كما قال السي العرفاوي هذا من بني مسكين كاين الشخص نام أنا كنعرف أشخاص الآن ما قادرينش يقولوا بغينا السمن خايفين من الناس يضحكوا عليهم علاش كاينين الناس ما قادرينش يقول بغيت الخليع خاين من الناس يضحكوا عليه خاصو مع الصباح ملي يجي يفطر خاصو البتيبانه وقهوه نص نص وخاصو يجيب لي الفريميجه ديالو وهذه هي المشكل اللي غادي يقتل لنا العادات الغذائيه ديالنا غادي يقتل لنا الثقافه الغذائيه عند المراه المغربيه نعم فهنا هاد النساء الا بغاو يجتهدوا ما يجتهدوش في الفضائيات تصنتوا سبع سوايع الفضائيات الا بغاو يجتهدوا يجتهدوا في المسائل العريقه علاش ما يكونش دكتور استثمار النساء اللي مثلا يعملوا واحد الفرن يبيعوا فيه الخبز الحامض امريكا يعني بلد متقدم عندهم شي واحد يصنع الخبز الحامض غادي يزيد في الثمن وما لا نريده هو ما لا نريده ما بغينا حتى شي واحد يبيعنا الخبز الحامض بغينا العيالات يصيبوا الخبز الحامض في ديورهم اي شخص زاد في الثمن على الماده اللي كيشوف فيها الناس انا بعض المواد الغذائيه ما كنتكلمش عليهم في الاذاعه عرفت لي علاش لان غادي يزيد الثمن فهذه اشياء ان شاء الله لن تكون نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعني ان يجنبنا ذلك فهذا الخبز البلدي هذا بالحال الخميره حامضه المراه تخمر وتخلي واحد الطرف كبير باش الخميره باش العجينه تخمر بسرعه تخلي في دقائق شويه تخلي كبير ملي تعجن مثلا واحد كيلو ونص ديال الطحين ولا جوج كيلو وتخلي نص كيلو العجينه تخلي الخميره فيها نص كيلو باش ملي تعجن بها دغيا الخبز يطلع وكانوا النساء كيجتهدوا كانوا كيزيدوا واحد الوقيته هذاك الماء ديال التمر كانوا كيزيدوا الماء ديال الزبيب كانوا كيزيدوا شويه ديال الشريحه حاجه حلوه علاش باش الخبز يطلع بسرعه كانوا كيديروها في منطقه دافيه 30 درجه ماشي هي 20 درجه وكانوا كيخليوها الليل كله باش يستغلوا ذاك الوقت ديال الليل باش الصباح المراه تخبز يعني كان تنظيم كانت المراه منظمه راسها وكانت جميله ثقافه ماشي العاده ثقافه غذائيه يعني النساء كانت عندهم ثقافه غذائيه جيده كيعرفوا واش ياكلوا مع العشيه واش ياكلوا مع الصباح واش يوجدوا للدراهم اللي كيكونوا مزروبات اش يديروا وملي يكون عندهم ضيافه اش يديروا ملي كيجي ضيف بغتة تيباغتك ضيف يعني ماشي عاد غتذبح الدجاج عاد غدير العشاء كانوا كيديروا غير المسمن يدهنوا بالعسل ويحطوا على ما يديروا هذه هي علم الاجتماع هذه اشياء جيده في المجتمع المغربي ولكن مع الاسف الان ولينا كنمشيو نجيبوا لي الحلوى من الحانوت ونحطوا لي المشروبات غازيه هذه ليست ضيافة المغاربة هذه ليست ضيافة يعني عندنا التمر والحليب هو من أسماء وأرقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ضيافة ضيافة الملوك استقبال الملوك واستقبال الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل التمر والحليب فهذه الأشياء ما بغيناهاش تموت مع الأسف الناس كيقول لك كان أكل الخبز ما كياكلش الخبز الأشخاص رجع للمرض الأمراض الآن الأشخاص اللي عندهم حساسية خاصهم ياخذوا الخبز مخمر بخميرة بلدية هذه نقطة مهمة والأشخاص اللي عندهم سكري خاصهم ياخذوا القمح الكامل معجون بالخميرة البلدية والأشخاص اللي عندهم كرون تقرح كرون والقولون العصبي هذا الإريتيتين باول هذا خصو الخميرة خصو القمح الكامل بالخميرة البلدية وإلا كان شعير يكون أحسن اللي عندهم هذه المشاكل هذو والاشخاص اللي عندهم امساك حاد وحتى اللي عندهم اسهالات هذو خصهم القمح الكامل ولا الشعير ولا الدراع يعني خميره بلديه خصو يكون معجون وبين يدينا زعما يعني نعم الخميره البلديه تريح الجهاز الهضمي هذا الخبز الان دقيق ابيض بالخميره الروميه هادو مال السكر ما يمكنش وحتى ولو حقنوا له الاطباء الانسولين السكر ما غاديش يتقاد هذا لا يمكن الاشخاص اللي عندهم امساك ولا عندهم انيميا وعدم امتصاص والنساء على الخصوص ياخذوا هذا الدقيق الابيض بالخميره الروميه هذا غادي يزيد الويلات غادي تزيد الانيميا غادي تزيد والمصائب الاخرى غادي تكثر فحتى النقص في الوزن يعني شوف غير البنيات البنيات دابا الا خداو هذه الخميره البلديه هذه كياخذوا املاح معدنيه البنت الا خدات حديد وكالسيوم ومغنيسيوم ومانغانوز وزنك البنت كتولي طونيس ما كتبقاش سخفانه كتولي توقف مزيان كتولي تخدم مزيان كتولي نشيطه هذه فمع الاسف الاملاح المعدنيه والخميره البلديه كتحرر الاملاح المعدنيه والفيتامينات كيولي الخبز ماده غذائيه متكامله وكذلك دايتيتيك يعني كذلك صحيه او حميويه فهذا الناس اللي عندهم كوليسترول مثلا الناس اللي عندهم كوليسترول كاين اللي ضارب كاين اللي خاد الستاتينات اللي كيوصف ليه الطبيب كاين اللي دار حميه كاين اللي جرى كاين اللي دار القاعه كاين والو ما قداش كيبقى نفس بسيط انا قلت لك النساء في الدار البيضاء زولوا اللحوم والسكر اللحوم والسكر اللي حيدوا الاوميغا 6 نعم زولت المائده والشحوم الحيوانيه اللحوم والسكر وياخذوا الخبز بالنخاله بالخميره البلديه
الكوليسترول ينخفض. غادي يرتاح. ينخفض الكوليسترول ينخفض. السمنة تنقص، التريغليسيريدات تمشي، والسكري يضبط، والناس اللي عندهم كرون جيد الحن، حتى الربو الحساسية، الربو الحساسية ما خصهمش ياخذوا الخبز هذا الدقيق الأبيض مع الخميرة الرومية، ما خصهمش ياخذوا. وكاين أكثر من ذلك الأطفال اللي عندهم مرض التوحدي، خصهم الخميرة البلدية. لان ما يقدروش على الجلوتين بعدا هما. نعم. خصهم الخميره البلديه هاد الاطفال هادو. نعم. وكذلك الاشخاص اللي عندهم مناعه منخفضه، والاشخاص اللي تحت العلاجات الكبيره بحال الكيميوثيرابيا وبحال الراديوثيرابي وبحال هاد الاشياء اللي كياخذوا علاج ثقيل جدا، حتى الاشخاص اللي تحت الانترفيرون، هادو خصهم خبز بالكامل، قمح كامل، ولا الا كان مزيج. النساء ما بقاوش كيديروا المزيج ديال القمح مع الشاي، القمح مع الذره، خلطوا الذره مع القمح، هذوك البذور بحال وحتى نعم. واللي يقدر يزيد الفول ولا الحمص مطحون قطاني تزيد مع الخبز 10%، بحال مثلا ملي كيطحن عبره مثلا ديال الزرع، يزيد معاها جوج الحفنات ديال الدقيق الحمص ولا دقيق الفول، يعني حتى المذاق ديالو غادي يكون جيد، اكيد غادي يكون جيد. حتى التخمر غادي يكون جيد، التخمر غادي يكون جيد، غادي يكون يعني شيء هائل. فهاد الاهميه، شوف شحال ديال النصائح سمعوا الناس، اطنان ديال النصائح تهطل عليهم كالامطار، ولكن الخميره البلديه الاهميه ديالها هي قصوى. ويسمعون يوميا اشياء يعني يظنون انها يعني ما ماشي ستشفيهم وانما ستحييهم، وهي اشياء اغراء فقط واشهارات يعني مفرطه حول هذا المشكل. قلت لك انا الناس الان تيسولوا حتى بعد النباتات، ما عندناش في المغرب كيبقاو يسولوا عليها. هذه القضيه ديال استنبات الحبوب، هذه المسائل هذه كما قلت موضه، هي شي شخص، هذه فلسفه ليست علم. شي واحد فلسف وقال لي راه القمح كنبتو، دابا اي واحد يقرا سطر في الانترنت ويلقى بان راه كتزاد شي حاجه، داكشي كيمشي يقولها للناس. نعم، اللي كنبتو القمح كانوا الناس كيسميوه عندنا في الشاويه الشرشم. نعم. هاد الشرشم شنو هو؟ كان مطموره ملي كتشرب. نعم. كيرطاب هذاك الحب، كيشرب الماء كيرطاب، بعض المرات كتنفخ المطموره كاع وكتلوح هذاك. نعم. يعني هذا النبات كيقافل هذا، كيتنفخ كيشرب الماء، كنسموه المشرب. كاين اللي كنسميه الشرشم ولا المشرب، يعني على حسب المناطق. نعم. هذا المشرب هذا كانت المطموره ملي كتشرب الماء كتخسر، كيفرقوها على الناس بالمجان. كيفرقوها على الناس بالمجان هذا. نعم. وكان طعام متدني. كانوا الناس كيتعايروا به، تيقول له ناكل المشرب. يعني هذا الان اصبح، الان اصبح غذاء راقي، اصبح الناس الان يتباهون به الان، ويقولون للناس ان القمح المستنبت انه يعالج وانه يفعل كذا، ولا لا يفعل شيء. هي القمح بالنخاله بالخميره البلديه كما قلت هو 600 ضعف احسن من ولكن النساء لا اله الا الله كيقلبوا ديما على الحاجه الصعبه والحاجه الغاليه. الان الناس في الدار البيضاء كيبيعوا نبته القمح بثمن باهظ، وسموه جنين القمح. شو حتى الترجمه اللغويه كي دايره، سموه جنين القمح. ما عرفتش انا جنين القمح اش من ترجمه هذه، لا اله الا الله. يعني هي نبته القمح، وكاين اللي كيتكلم على جنين القمح. وكاين زيت القمح، ما عرفتش انا هذا زيت القمح اش كيعملوا به هاد الناس هذو. زيت القمح هي اللي يجب ان القمح اذا اكله الناس كما ينبغي، واذا كان بالنخاله ديالو مخمر بالخميره بالديره في كل شيء، باش الناس يبقاو يقلبوا على اشياء تعقد حياتهم وما غاديينش يقدروا عليها، لان القمح ما كينبتش في جميع الفصول. القمح كينبت غير في شهر اكتوبر ونوفمبر. زادوا عليه المذابة ما غينبتش، يعني لا هو لا ينبت في فصل الصيف. فهذه الاشياء يجب الناس يعرفوها شويه. كاين تقنيات اللي ممكن نبتوا بها احنا القمح في اي وقت، ولكن ما نعلمهاش للناس، لانني انا لا اريد هذه الاشياء ولا اريد الناس باش يدخلوا في هذه المتاهات. هذه متاهات تسمى عندي متاهات، لانهم سيتيهون سيتيهون. وكيف ما كان الحال لهذه الاشخاص اللي تحت العلاج، ما يستهلكون الخبز. واذا كان خبز بالخميره البلديه مع التقى مع زيت الزيتون وتزاد معه فواكه وخضر، هذا النظام راه كافي حتى للناس اللي كيعملوا كيميوثيرابي. اكيد دكتور. اذا اللي سمحتوا نحرر مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. معك زهره من وجده. اهلا زهره من مدينه وجده. بارك الله فيك. واحد السؤال اذا كان ممكن الاستاذ سعيد. السؤال الاول، انا ملي كنت صغيره والوالده الله يرحمها كنا كنديروا الخماره بلديه، وفعلا ملي تزوجت بقيت انا كندير الخبز ديالي بالخماره. بغيت غير نعطل المدى البعيد تاع واش كاين شي، كيبقى داك الخبز يومين ولا كتبقى ديك ريحه الحموضيه زوينه. نعم. واش كاين شي اثار يعني،
والسؤال الثاني ديك الخميره مزيانه كان بها الوجه ديالي يعني رائع وصافي. رائع. علاش كديري انت الوجه ديالك؟ كنديرها غير بحال تقشير يعني، وكنحس بها يعني بحكم الجيب ديالي، وكنحيد دوك شي دوك التونه اللي شويه ما هو في الوجه. نعم فعلا انا استعنت بها حيدتهم لي. جيد، لأن حاجة بلدية تكون جيدة. إذا شكرا لك يا زهرة من مدينة وجدة. علي ولو هي هذه الأشياء كيف ما كان الحال، جميع الأشياء الطبيعية ممكن تدار الوجه. نعم. غير ما يتفضلش علينا شي واحد يقول لك راه كاينة واحد الوصفة ولا خلطة. نعم. غير الدقيق، لكن الدقيق جيد، غير الدقيق لا عجلوا الناس مع المودار وعلى الوجه راه جيد. نعم. لأن هذاك النشا ستارتش. نعم. أنا معروف النشا ديال البطاطس أحسن. نعم. البطاطس أحسن. ها إلا دار النشا ديال البطاطس على البشرة أحسن، ولكن حتى النشا ديال القمح جيد. نعم. ما كاين حتى مشكل، لا خميرة بلدية ولا غير النشا، غير الدقيق. حتى الحرق. حتى الشخص ملي تحرق عوض ما يخوي عليه الماء يدير يدو في خنشة الدقيق أحسن إلا كان تحرق. علاش؟ لأن لاميدون شنو كيمتص ديك الالتهابات ديال الجلد. وما كيخليش، وخصوص الناس ملي كيكون تحت شي اشعه الشمس ولا حاجه. نعم، ولكن جميع الاشياء ممكن توضع على الوجه، غير هو كنخافوا تكون مسائل مغيره وراثيا طبعا تبديل الوجه. يعني النساء كلهم كيسولوا على خميره البيره، وكلهم كيشكروها، وكلهم كيقول لك صلحت ليا، وانا اكذب هذه الاشياء. انا اكذب هذه الاشياء لان كنعرف واش هي خميره البيره، لانها مغيره وراثيا. نعم. هي هذه خميره البيره مغيره وراثيا، وخميره البيره تحدث يعني واحد حساسيه للوجه، تهيج، وتحدث تهيج وحساسيه داخليه. وهاد الناس هادو بعض، هذا هو المصيبه اللي عندنا، وهي اشهار مجاني، كنسميوه اشهار مجاني، ان الشخص دابا شرى حاجه تقول لنا راه مزيانه، وكاين النساء غير حيت شراوها بغاو النساء اخرين يشروها، تقول لك علاش مالي انا عانى اللي شريتها، كتبغي نساء اخرى انت ما كيشريوها، يعني تتصدق هي معمره الشخص الاخر جيبوه على حساب الناس. فهاد الاشهارات المجانيه يتفاداوها الناس، يتفاداوها. ولا لي شي شخص شرا شي منتوج وما عجبوش يقول ما عجبنيش، ويقول يحذر منه الناس، ويقول الناس بعدوا منه راه ما مزيانش. فالاشياء اللي خرج الله من الارض اللي كناكلوها وكنعرفوها وكنشوفوها لما لا نتكلم عنها، لكن الاشياء اللي مخلطه ومدقوقه ومكوغطه لا، هذه ممكن ان يكون فيها غش، وهذا تدليس، وهذه اشياء صاحبها ليس له نيه حسنه. حيت لان الانسان ما تعرف شنو هو داير. هذا الشخص علاش غادي يدق هذا الشيء ويخلطه لنا؟ صافي يبيع حبه حلاوه ويبيع زريعتك الثاني، يبيع حبه برشاد، يبيع الحلبه. وبالثمن ديالهم، راه الحلبه كدير 10 دراهم، وزريعتك كدير 160 ريال، وقزبر حبوب كيدير 100 ريال. صافي راه الاثمان معروفين، الفلاحه كيبيع القزبر 80 ريال كيلو. ما عرفتش انا هاد الاثمان اللي في مدينه الدار البيضاء وفي الرباط وفي بعض المدن اخرى، ما عرفتش هاد الاثمان هادي الناس كيتحاب لهم القزبر، راه ما عرفتش منين كيجي القزبر. عندنا في الشاويه كاع ما كيتباع، يا كيعطيوه للناس بلاش. ولكن مع الاسف الشديد هاد الناس كيتقهروا في المدينه وكيحسب لهم هاد المنتوج راه غالي، يعني ما كاينش شي حبوب الثمن ديالها فايت 160 ريال. من حتى السانوج عندنا الحبه السوداء في السطات ما كانت كتباع، ما كانوش كيشريوها الناس، بعدا عندنا في السطات شكون اللي كيشري السانوج، كيشري 120 ريال تعطيه 40 ريال يعني كيعطيك طبق ديال 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 السانوج. فهاد الناس هادو اولا هاد الاثمان هي اثمان تضاربيه، واثمان احتكاريه، واثمان اصحابها هي فليتقوا الله في الناس، يعني لما مشاو لكتاب البيوع في الاسلام غادي يقراوا كتاب البيوع غادي يلقاو رسوم بان يعني خاصهم ما يوجدوا ما يقولوا الله سبحانه وتعالى وما يقفون بين يديه. لان يعني ليس من الدين، هذه الاشياء اللي انا اقول ليس من الدين. الدين عنده وضوح، الدين عنده حسن النيه، الدين عنده تقوى الله. الدين المجتمع الاسلامي ما فيش تدليس وما فيش غش وما فيش احتكار وما فيش، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك في كتاب البيوع الناس خصهم يبينوا السلعه، ماشي يدير الخايبه لتحت الزينه الفوق. خصو يبين السلعه ديالو ولا يخبر الناس يقول لهم هذا الشيء هذا راه هو اسميتو. انا نعطيك واحد المثل بسيط، دخلت للسوق نشري البيض البلدي، شوف الفطره ديال الناس، وهذا المثل قلته على الفطره الطيبه، وكاين ناس طيبين في هذه البلاد هذه. لقيت عيالات حاطين 10 15 بيضه الوحده كيبيعوها في السوق. نعم. هذيك المراه قلت لها شحال هذا البيض؟ قالت لي 20 ريال، حنا كنتكلموا بالريال في الشاويه. نعم. 20 ريال هي درهم. نعم. درهم بالعمله يعني الرسميه. قالت لي وليدي 20 ريال، ولكن راه ما يصلحش للتقراق، راه ماشي ديال الفحل.
يعني شو الصدق في في قلت لها امي انت واخا عندك 15 بيضه غتبيعيها ولكن الله سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في الرزق ديالك. اكيد. وملي كتدخل رحبه البهائم كتلقى الناس كلهم يقسمون ويحلفون واليمين والكذب والغش والتدليس ولا اله الا الله. وكأن الله لا يراهم وكأن الله لا يراقبهم. هذه فأنا أقول هذا مشكل ديال التغذية هو مشكل مرتبط بالحسبة ومرتبط بشرع الله ومرتبط بالدين ومرتبط بتقوى الله. لأن هاد الأشخاص غادي يدخلوا هادشي للبطون ديالهم، يعني غادي ربما يؤذون هاد الناس. فأنا أنصح ربما دكتور القهوة الخميرة البلدية كتباع في السوق. كاين عليا ماشي بعيدة. وإلا كانت غت عليه ما كانش كانوا الناس كيعطيوها أو ماشي كانت أحسن صدقة عندنا في البادية. وأحسن افتخار ملي المرأة تعطي الخميرة لجارتها. نعم وربما كتجي تطلب منها حتى خبز. نعم تقول لي أعطيني الخميرة، وكاين الناس كانوا من قبل يستحيوا ويطلبوا بعض الأشياء. هاد السوسيولوجيا المغربية رائعة دكتور. نعم رائعة، نعم رائعة وراقية، نعم مجتمع راقي، مجتمع راقي فيما يخص السوسيولوجيا. غير حنا قرينا الطلبة ديالنا في الجامعة السوسيولوجيا ديال دوركايم. قريناهم دور كاين، ما قريناهمش سوسيولوجيا المغرب. سوسيولوجيا ديال الشاويه وردي غا وديال قصب التادله وديال الحمر وديال الدكاله وديال العدا وديال التواريخ ديال وجده والمنطقه ديال بني انصار، المنطقه ديال بني بوي فرح فريف، والمنطقه ديال تنغير ومضيفه الرشيديه وتفيلات، ومنطقه سجي المسا. ما قريناش السوسيولوجيا. السوسيولوجيا ديال سواسا وديال مراكش وديال السوسيولوجيا ديال ايت بعمران والسوسيولوجيا ديال الجنوب المغربي ديال الصحراء المغربيه. يعني هذه هي السوسيولوجيا خاصها تقرا الطالب المغربي في الجامعه. اما دور كاين ما عندو ما يدير السوسيولوجيا ديال دور كاين، ما عندو ما يدير هذا القران ديال دور كاين، ما عندو ما يدير به. فهاد المسائل يجب ان ننتبه، حان الوقت الان، حان الوقت. فالحمد لله البلاد ديالنا غادي يبقى فيها هذه الثقافه الغذائيه وغادي يبقى فيها هذه العادات الغذائيه. نعم. بل وهي اللي كانت حافظه المغاربه من 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 كثير من الامراض. شوف ملي ما بقاتش عندنا الخميره البلديه. نعم. ولينا كنغربلوا القمح، ما بقيناش كناكلوا الشعير، ما بقيناش كناكلوا الذرة، ما بقاش السيكوك، ما بقاش بركوكش، ما بقاش هربل، ما بقاش فتيل الشطبة، ما بقاش الناس كيصيبوا الخليع، ما بقيناش كنصيبوا السمن الحار، ما بقيناش كنصيبوا الزبدة البلدية، ما بقاش البل البلدي، ما بقاش الناس يعني كيقرقوا الدجاج كياكلوا الدجاج البلدي، ما بقاش كياكلوا البيض البلدي، ما بقاش الناس عليا قل الاستهلاك قل، ما بقاش هادشي معروف الناس، ما بقاوش كيفوروا يعني الكسكس طعام على الخشاش الأرض على الربيع، وما بقاوش الناس كياكلوا هاد الخشاش ديال الغابة وديال ديال الأرض هادي. ولينا مجتمع بنفس النفس نسبة الأمراض في المغرب ولات هي نسبة الأمراض في العالم الغربي. نعم. الأمراض اللي ما تسمعوش بها الناس، أنا مشيت البادية كنسمع الناس كيتكلموا في الدوار كيتكلموا على الكوليسترول. يعني هذه في البلاد في الدوار الناس ولاو عارفين الكوليسترول وعارفين الأنيميا وعارفين هشاشات العظام ولاو عارفين بهجات ولاو عارفين بسورياسيس ولاو عارفين المسائل عندنا في الدوار. من قبل ما كانوش عارفين حتى الشقيقة. نعم. ما كانوش كيعرفوا حتى سمية الأمراض، أنا ما كانش، كانوا كيعرفوا يلاه حمى التايفويد، هذيك اللي كانوا كيسموها قردة، وكانوا كيعرفوا بعد أمراض قليلة الدقة ما كانش عندنا حنا في الشاوية، يعني ولا الحساسية ما كانش معروفة، ولا حتى العقم ما كانش، يعني قليل جدا حالات نادرة، ولا الحي كانوا كيسموه الحي السرطان ما كانش معروف. هذه فهاد الأشياء هذه ملي الناس غيروا نمط العيش وغيروا الثقافة الغذائية، فطبعا ولاو مجتمع غربي تقريبا في الاستهلاك فيما يخص الاستهلاك، فجميع الأمراض اللي عند الغرب عندنا. عندنا البواسير، عندنا كرون، عندنا ار سي اش، عندنا سرطانات، عندنا قرحه المعده كومبيلو هذاك الايليوباكتير بيلوري الايليوكوباكتير بيلوري دابا قرحه المعده. انا شكون اللي عندنا غيرنا العادات، عندنا الغده الدرقيه، عندنا سرطان الثدي، عندنا البروستاتا، عندنا المشكل ديال العقم، العقم عند النساء، عندنا مشكل خلل هرمون عند النساء، عندنا مشكل ديال عندنا مشكل هشاشه العظام، عندنا مشكل ديال الالام، عندنا مشكل بان الناس القوه ديال الشخص ولات منهاره، ما بقاش كيقدر يحمل، طبيعه الاب تغيرت، ما بقاش ولات السياره ولا لا مشيتي للسوق الان نهار كيتسوقوا الناس ما غاديش يكون في الرباط طبعا، يعني الرباط ولا في السوبر ماركت ما بقاش في السوق. نعم لكن بعض المدن الصغرى ولا بعض المدن اللي باقي كيعمر فيها السوق الاسبوعي غادي تلقى الناس كلهم جايبين واحد الطفل حامل ليهم التقضيه في واحد الكروسه صغيره. ما تلاقوش قادرين يهزوا القفه ديالهم ديال التقضيه، ما بقاوش يقدر الانسان. اذا يعني غير تشوف يعني هذا هو علم الاجتماع، انا كنرد البال كنراقب هذا، كنلقى الناس كلهم غادي جارين هذيك اللي كيتقداو فيها، وغادي واحد الولد يوصل ليه هذا ويعطيه واحد دراهم ولا خمسه ولا اربعه ويرجع بحالات، والناس ما قادرينش يهزوا حتى التقضيه ديالهم، هذا مشكل. فيجب على النساء ان لا يتلفنا، ان لا يضيعنا هذه الثقافه الغذائيه. الخميره البلديه كل شيء النساء يعرفوا ليها. دكتور واحد السؤال كاين عندي هنا ربما نخليوش معلق من فيسبوك. واحد السيده قالت لك بان هي كتحيي هذيك الخميره البلديه بالخميره الروميه. لا لا بالعكس، ما خصش تكون فارغ الخميره الروميه، لان الخميره الروميه لا، لان الخميره الروميه ستقضي على هذه السلالات ديال الخميره البلديه. نعم.
سأقضي عليها، لأن من الأحسن، وربما تكون ريبليكيشن، لأن هذيك مغيرة ولاديا ربما قد يكون عندها مشكل في هذا. حاليا لحياتها بالخميرة الرومية، مابقاش خميرة بلدية أكيد خاصها الخميرة البلدية، واخا تعطل واخا الخبز ديالها ما يطلعش، واخا يجي مدقس ثقيل يعني بشوية مدقس، هذا هو خبز جيد، غير من اللي بغيو يطيبوه ما يطيبوهش بسرعة في الفران ديال الغاز، لأنه ما غيطيبش ما غيطيبش، خاصو الفران ديال الكهرباء ولا ديال الحطب عادي يطيب، ويطيب بشوية، ماشي ما يخصوش يطيب بسرعة. إذا دكتور شكرا لك على كل ما تقدمه لنا دائما من نصائح قيمة، وأتمنى أن يعني النساء خاصة في المغرب أنهم يبقوا يحضروا الخميرة البلدية. في أمستردام كاين نساء مغربيات، في أمستردام وفي باريس وفي روما كيخمروا بالخميرة البلدية. نعم هذا رائع، عندي رسائل هذا رائع، يعني ما شاء الله هذا رائع. إذا شكرا.